دار نقاش بيني وبين زميل لي في المكتب حول وجود الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا الشخص ينفي وجود الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنا أثبته بدليل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآية، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. المطلوب من فضيلتكم توضيح الصواب، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى في السماء، هذا يعتقده المسلمون وأتباع الرسل قديما وحديثا، فهو محل إجماع رسالات الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين أن الله جل وعلا في السماء. تضافرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة بما يزيد على 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء، وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ومن ذلك ما ذكره السائل من قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وحديث الجارية الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ومعنى كونه في السماء، إذا أريد بالسماء العلو ففيه للظرفية، وهو أن الله جل وعلا في العلو، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، عال على مخلوقاته، بائن من خلقه. وأما إذا أريد بالسماء سماء المبنية وهي السبع الطباق، فمعنى فيه هنا بمعنى على السماء، يعني على السماء، كما في قوله تعالى: سيروا في الأرض، يعني على الأرض، كما في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وعلى كل حال، فالآيات المتضافرة والأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وأتباع الرسل على أن الله جل وعلا في السماء. أما من نفى ذلك من الجهمية وأفراخهم وتلاميذهم، فإن هذا المذهب باطل وإلحاد في أسماء الله. الله جل وعلا يقول: إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله وصفاته جريمة عظيمة، وهذا الذي ينفي كون الله في السماء هذا يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب إجماع المسلمين. فإن كان عالما فإنه يكفر بذلك، أما إذا كان جاهلا فإنه يبين له، فإن أصر بعد البيان فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم، بارك الله فيكم.